نعرف زكاة الفطر يعني نوعها ايه ومقدارها ومتى نقوم بتأدية طيب الزكاة احنا معنا وقت قد ايه أو تقريبا؟ موعدها؟ معنا لا وقت؟ لسه معانا وقت معنا إن شاء وقت؟ الله. 10 دقائق. كويس. طيب زكاة الفطر يا جماعة، بس احنا معانا تقرير أخر. اللي احنا عايزين نركز عليه في زكاة الفطر بالذات الخلاف الذي يصدر كل عام والمعارك اللي بتدور رحاها بين الإخوة من تيار لتيار، زكاة الفطر بنأديها قيمة ولا بنأديها طعام، ده كله جدل خلاص عفى عليه الزمن. يا جماعة في إيه؟ إحنا عايزين خلاص يعني لسه بنقف عند يعني واقفين عند محطات متأخرة جدا. يا جماعة خلاص، أينما وجدت مصلحة، أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله يا جماعة. وما دامت المسألة مسألة خلافية بين العلماء، بين يعني الفقهاء، ليه احنا اللي بنصنع من الخلاف مشكلة؟ ما خلاص بناخذ بأي رأي ولا نشق على الناس، والذي يمشي مع الناس ومع العصر ومع المكان نفعله. الأصل فيها كان الطعام، لكن هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجود في هذا الزمان كان هينكر القيمة؟ ده السؤال يا جماعة. النهارده ما حاجة الفقير للتمر؟ هنوديله 2 كيلو ونص تمر، هيعمل بيهم إن شاء الله. ده سؤال يعني معلش نعمل زبيب ولا العقول زبيب؟ إلى حد ما. نعم، أو كيلو زبيب. أو كيلو زبيب هيعمل بيه إيه؟ هيرش على الكحك والبسكويت يا فرحتي. فيا جماعة إحنا ما فيش كحك وبسكويت، نعم بجيب لا في الزبيب كحك أحسن للأسف، من الكحك الناس ملهية والبسكويت. اليومين دول في يا الكحك بختهم. والبسكويت وتركوا العشر الأواخر من رمضان. فيا جماعة زكاة الفطر طبعا دار الإفتاء السنة دي محددها ب 15 جنيه كحد أدنى، بينظروا طبعا لقيمة اللي هي القمح، كيلو القمح، فحد ده 15 جنيه على الفرد. فاحنا بنقول إن طلعت 20 فبها ونعمت 25، أكتر ما فتح ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لكن مش أقل من 15 جنيه. لو عايز تطلعها حبوب أو طعام يا سيدي وأنت متمسك بالنصوص ما فيش مشكلة، لا حرج عليك، هذا شأنك. طلعها اتنين، بتخرج صاع عن كل واحد في البيت صاع، الصاع ده حوالي ايه؟ 2 كيلو ونص تقريبا 2 او كيلو 3 ونص كيلو، الا بنقول تمام. 3 كيلو ناخذ بالاحتياط، 3 كيلو بقى من غالب قوه اهل البلد، مكرونه ماشي، شعريه ماشي، ارز ماشي، عدس ماشي، فول ماشي، المهم اللي الناس بتقتات عليه وتعيش عليه في الايام ديت يعني طالع انا منه. ممكن اطلعها بكليات، نطلعها يعني انا مثلا اسرتي بتتكون من 5 افراد تمام، على كل فرد على كل 3 فرد كيلو 3 تقريبا، كيلو 3 كيلو ونقيس بقى من اي شيء الناس تاكله في هذه الايام يكون بيقتات ويدخر، والشرط هنا الادخار يعني يتخزن يتركن شويه، حاجه ما بتسوس ما بتبص بسرعه، يعني ما ينفعش اطلع 2 كيلو ونص فاكهه مثلا او 3 كيلو ونص فاكهه، ما ينفعش، لا، لانها لا تدخر. عدس، بالظبط، مكرونه، اللي هي رز، الاقوات سكر. التي تدخر. اللي عايز يطلع كده طلع، اللي عايز ياخذ براي الاحناف وراي سيدنا عمر بن عبد العزيز وكبار الفقهاء وفي العصر الحديث كبار العلماء، وحتى المملكه العربيه السعوديه يا جماعه اللي انتوا يعني الناس كانت متمسكه براي السنه دي برضه مشيت مع موضوع جواز اخراج القيمه، هيئه كبار العلماء هناك، اللي فما هي عادش في فلوس حاجه. اطلعها فلوس؟ نعم اطلعها فلوس، نطلع فلوس، المشكله نطلعنا فلوس اقل حاجه 15 جنيه على الفرد، نشوف الافراد اللي عندي قد ايه في طب البيت. انا ممكن اطلعها فلوس لاسره واحده يعني اوديها لفرد واحد يجوز، لا وممكن اوزعها في ولا ايه؟ المصرف بتاعها لا يشترط التعدد، ممكن اطلعها لست فقيره بتربي ايتام، ندي لهم يعني 4 مثلا في البيت، اطلعهم 100 جنيه على نفسهم الاربعه دولت، خلاص نديها لواحده او واحد فقير. بس يا جماعه تروح في المكان المناسب، معلش ما نبقوش ماشيين في الشوارع كده ونديها للناس اللي هم يعني خدوا التسول الحرفه اللي منه في الشوارع كده وندي لهم لا يعني هم تروح. بيكتروا كمان في شهر رمضان. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي السبيل وابن السبيل. نعم. وانا بقف مع الغارمين يا ودايما جماعه، المحتاج لو انا على فكره عارف ما يا استاذه بيسالش. هنا دي حته مهمه جدا، لو انا عارف حد غارم يعني مديون لمحل من المحلات او واحده بتجهز بنتها ومديونه على شيكات وكمبيالات او بتاع، أولا نروح نطلع زكاة الفطر نسدد لها، نسدد كمبيالة عنها أو شيك عنها ابتغاء وجه الله، ده مصرف يعني يستوجب أو يعني حري بنا نحن ننظر له الآن والغارمين.